بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين. أما بعد، نحن في حلقة جديدة من حلقات رمضان، واليوم غادي نتكلموا على واحد المادة اللي كذلك كيشربوها المغاربة بواحد الشكل كبير وكبير جدا، ألا وهي مادة القهوة. القهوة كاين اللي كيفضلها تكون قاصحة، كاين اللي كيفضلها تكون نص نص، وكاين اللي كيفضلها تكون يعني خفيفة، وكل واحد وللناس في أمورهم ما يعشقون. فالقهوة لما غادي نتكلموا عليها اليوم، غادي نحاولوا نتكلموا على نوع واحد من القهوة التي اللي كتكون حبوب وكنطحنوا على اليدين ديالنا، ومن بعد كنمشيو نديوها للبيوت ديالنا باش نخرجوا منها داك المشروب اللي غالبا ما كيكون محبوب عند المغاربة كاملين. الحديث عليه والكم ديال لي طاس اللي ممكن اننا نشربهم شحال هما اللي غادي نحاولوا نشوفوا جميع من خلال هذه الحلقه. المشروب ديال القهوه لما كتاخذوا مطحون كتلقى بان السعرات الحراريه ديالو قليله بزاف، وبالتالي ممكن انه الانسان يدخله في البرنامج الغذائي ديالو للتخسيس. الناس اللي كيشوف بان الوزن ديالهم كيتزاد، هذا كتاخذ القهوه كتاخذ معها كذلك واحد يعني واحد الخليط من 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 الخضروات، وكتاخذ معه كذلك لاسبيرولين. الا خديتيها الثلاثي هذا كيعاون خاصه الناس اللي عندهم مشكل ديال يعني زياده في الوزن، ممكن انهم يعاونهم على مساله التخسيس. لكن هذا كذلك كيدخل طبيعه الحال عبر برامج، وكل واحد الخاصيه ديالو كتكون شيء ما في شكل، وكتحاول انك تعطيه وتهديه بالطريقة المثلى إلى أن الميتابوليزم ديالو كيكبر بتواجد هذا الثلاثي هذا، والنتيجة كتكون بإذن الله فيها نقص كما كيقولوا سبيكتاكولير ديال الوزن. فيه كذلك بروتينات ولكن نسبة ديالهم قليلة، فيه دهون بنسبة قليلة، لكن كاين فيه الصوديوم البوتاسيوم المغنيسيوم والفوسفور والكالسيوم. هذا الخماسي هذا مهم جدا للجسم ديال الإنسان. لما كتقول الفوسفور كتقول العامل الوراثي هو اللي كيحتاج ليه بواحد الشكل كبير وكبير جدا. لما كتقول الصوديوم راه كل الخلايا من الدماغ ديالنا حتى الرجلين ديالنا كلها محتاجه الى صوديوم. لما كتقول المغنيسيوم الهدوء الطمأنينة يعني كما كيقول لو فوكس، هادو كلهم يعني كتلقاهم الا كان الانسان كياخذ كميه كبيره من المغنيسيوم ممكن انه يستفد من هذا المشروب. هذا لو كالسيوم، وما ادراك ما لو كالسيوم، في يعني كما كيقولوا تكوين لاماس اوسوز. فاش كيكون عندي الكالسيوم يعني بيولوجيك، الكالسيوم اللي كيتفاعل بسرعه، الكالسيوم اللي كيدخل مباشره الى المكونات ديال العظام ديالي وديال الاظافر ديالي وديال الشعر ديالي وديال كذلك جميع الاماكن اللي كيدخل فيها لو كالسيوم، كتلقى بانه الجسم ديالنا كياخذ الحق ديالو من هذه الماده هذه، وكيقوم واحد المجموعه ديال التفاعلات الفيزيولوجيه خاصه تفعيل واحد المجموعه ديال الانزيمات كتطلب اساسا الكالسيوم، تفعيل واحد المجموعه ديال الهرمونات كتطلب وجود ديال الكالسيوم، المتانه والقوه والصلابه ديال العظام ديالنا كتطلب كذلك كالسيوم موجوده في يعني في القهوه. والجميل هو ان الكالسيوم ديال القهوه كيدخل مباشره الى القلا فيتامين دي والقلا فيتامين ك1، كتدخل مباشره الى لو تيسي اوسو وكيحاول يعزز المتانه والقوه ديال العظام ديالنا. كذلك فيه واحد المجموعه ديال الفيتامينات ولكن ما يمكنليناش نتكلموا عليها، لان اوتوماتيكمون كتدخل القهوه كتدخل العافيه، ولما كتدخل العافيه الفيتامينات كلهم كيتهرسوا بفعل الحراره. اذا هذا المنتوج فهو مهم، ممكن اننا نصحوا بالشرب ديالو، لكن ما نساوش بان كاين فيه منشطات منهم الكافيين. هذا الكافيين كما قلت ممكن ان الانسان يمشي حتى ل 300 ملغ في اليوم، ولكن 300 ملغ الى فتى الانسان ممكن يدخل في المساله ديال انتاج غير عادي للدوبامين، ممكن انه يدخل في انتاج غير عادي الكورتيزول، ممكن انه يدخل في انتاج غير عادي الادرينالين، ويقدر يولي عنده ان اكسيتون عوض ما يقدر ما يولي منشط ومحفز للانشطه ديال واحد المجموعه ديال المكونات ديال الذات ديالنا،
كيولي له كما كيقولوا مفعول عكسي على الصحه ديالنا، مفعول عكسي على التجاوب ديالنا، مفعول عكسي على مجموعه ديال الانتاجات داخل الدار ديالنا. فباش ما نطيحوش في هذا الامر هذا خصنا نقللوا من الكم ديال 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 القهوه اللي كناخذوا. ياخذ الانسان ما يفوتش كذلك ثلاثه ديال الكيسان في النهار، وثلاثه ديال الكيسان ماشي فاش كنقول الكاس، ماشي الكاس اللي كيفوت 200 مليلتر. الا كان كبير 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 خصو ما يفوتش 100 مليلتر، بمعنى عندك 300 مليلتر في النهار كافيه باش تخليك انك تاخذ فقط هذوك المواد اللي قلنا اللي ممكن ان ترفع الميتابوليزم وتحرق الدهون وتعطيني طاقه مهمه وتعطيني ان فوكس وتخليني نفكر بشكل ممتاز وتخليني تكون عندي ديك الحيويه ونكون نشيط وحيوي، ولكن عند الحدود. الا فوت هذه الحدود ممكن تكون نتائج عكسيه. اذا شرب القهوه مفيد، ولكن ان لا يكون الامر يتعدى الحدود. لكم مني افضل تحيات، الدكتور محمد حسين.